سمعت أناسا من ثقافتي وخارجها يقولون حسنا إنها ترتدي حجابا لكنها تضع الكثير من المكياج، ليس من حق الجميع أن يكن عارضات، فهذا مقتصر على النساء الجميلات فقط. لكن ما الهدف؟ البدانة لا تعني أنك لست جميلا، يمكن للشخص أن يكون بديدا وجميلا. لطالما كنت مرتاحة مع وزني، لكن أعتقد أن الناس لم يكونوا كذلك، لذلك سمعت الكثير من التعليقات السلبية في حياتي، الكثير من التنمر والتعليقات المؤذية حول وزني حتى وأنا طفلة في عمر الرابعة. في فترة من حياتي بدأت بالتأثر بتلك الكلمات، وتحديدا بين 13 و16 كنت أمر باكتئاب شديد، وكان وقتا عصيبا جدا بالنسبة لي. وفي تلك اللحظة من حياتي قررت أنه يجب علي القيام بشيء ما. قراري بدخول عالم الموضة لم يكن متعمدا، ما حدث هو أنني كنت أقوم بتقرير إخباري عن الوزن الزائد في عالم الأزياء، وكنت أجري مقابلة مع صاحبة وكالة عرض أزياء، وفي نهاية المقابلة عرضت علي العمل قائلة: لما لا تنضمين إلينا؟ نتمنى أن تكوني عارضة لدينا. هكذا بدأ الأمر. هناك أشخاص يفضلون النساء البدينات وهناك لا، دائما توجد تفضيلات مختلفة للناس. الصراع الذي تعانيه النساء البدينات تحديدا أن لبعض الناس نظرة لا يحيدون عنها، ويمكن لذلك أن يكون غير مريح. نحن نتحدث عن أنه لا يجب النظرة إلى المرأة على أنها سلعة، لا يجب أن يحدث ذلك سواء كانت ذات وزن زائد أم لا. من المهم أن تعرف ذاتك وتحبها، لأن حب الذات دون معرفتها يتحول إلى شيء مدمر. إذا كان لدي عادات سيئة فيجب أن أعمل على تحسينها، لأنه بخلاف ذلك سأعيش في الوهم، وهذا سيتحول إلى تدمير ذاتي. ما تعتقده عائلتي عني مهم، وما أعتقده عن نفسي مهم، والمبدأ الموجه في كل ذلك هو حب الذات. عليك أن تحب ذاتك حتى تستطيع حب الآخرين وفعل شيء جيد في حياتك.